منذ بداية الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد من العام 2011 والانفلات الأمني الغير مسبوق ببعض المحافظات اليمنية، فمحافظة الجوف كغيرها من المحافظات لا تزال تصارع الصراعة الطائفية. كلما استبشر المواطنين بأنها هدأت عادت بوتيرة عالية بمنطقة غير المنطقة السابقة، فبعد مرور يومين من المواجهات العنيفة التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح بين طرفي النزاع من الإصلاح والحوثيين بمنطقة القرح مديرية المصلوب وتدمير بعض منازل وممتلكات المواطنين الأبرياء الذين لا يتبعون أي تيار أو طائفة، توصلت وسط قبلية من قبيل الدهم بقيادة الشيخ خالد بن هضبان بوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع بعد أعنف مواجهات شهدتها المحافظة، وتم إبرام وثيقة تتضمن وقف تام لإطلاق النار ورفع الميليشيات المسلحة من الطرقات العامة والمتارس المستحدثة وإخراج الميليشيات المسلحة من منازل المواطنين الأبرياء وتهدئة الوضع ورفع كل ما أنجز من قبل الوساطة القبلية إلى رئاسة اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع ووقف إطلاق النار المعتكفة في عاصمة المحافظة الحزب المجمع الحكومي. فيما ناشد مواطن مديرية المصلوب المتضررين من الحرب فخامت رئيس الجمهورية ببسط نفوذ الدولة في كل جزء من المحافظة ومحاسبة كل من قام بتدمير منازلهم وترويع أطفالهم الآمنين. لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من مديرية المصلوب الجوف.